قالوا زمان من فتى قديم وتاه. ايوه من فتى قديم وتاه، عايزه اقول لكم. طب ليه زمان؟ مش هي دي ولا انا غلطانه؟ الجبنه الحادقه اللي كلنا بنحبها وبنموت فيها، وشويه بطاطس من ايد حسناء. ايوه وعيش زمان بتاعنا، وكمان شويه مهلبيه خارجاها من التلاجه تبرد شويه. وطبعا لما اكل الجبنه الحادقه لازم امزمز معاها الشاي. هي دي طبليتي وهي دي قعدتي. لو قلبك جايبك تعالى، قلبك مش جايبك بلاش ما تجيش. محدش بينسى زمان، بالعكس لما بيجي سيرة زمان بنقول يا ريت الزمان يرجع تاني. تعالوا مد ايديكوا بالمش نفس الطبق، حتى ايدي شايفين مطرح الطبق عامل ازاي؟ ولا بتجمل ولا بصنع، سيبونا في حالنا. احنا طالعين نقول يا رزق، رزق بما يرضي الله. سيبونا بقى، مش عارفين نحط للنملة منوكير. احنا كده وده حالنا ودي بساطتنا ودي قعدتنا ودي لمتنا. تعالوا لو قلبكوا جايبكوا تعالوا، قلبك ما جابكيش ولا قلبك جابك فارق بما يرضي الله. ده اخرتها متر في متر يا ناس، يا شر كفاية قر. قالوا كده في الامثال، ولا الكحكة في ايد اليتيم عجبه. هي دي حسناء اللي حبني على كده في الله، يا هلا بيه. ما حبنيش معلش، لولا اختلاف، لولا اختلاف ليا وليك في حاجة كلنا بنحبها لبرت السلع. مش كده ولا ايه؟ عايزة اقول لكم صباح الورد والياسمين على قلوبكم، يا احلى ناس واغلى ناس بتحبني ومعرفهاش. عايزة اقول لكم كلكم ربنا يسعدكم، ربنا يرضيكم. بسم الله ولقمة هنية تكفي مية، يا هلا وغالا بيكم. ربنا يا رب كده ما يحرمني دايما يا رب من كلامكم الحلو ولا من قعدتكم الحلو. يا رب يسعدكم، قولوا امين. اللهم امين يا رب العالمين. في رعاية الله يا حلوين، عشان خاطر اكل انا وابقى معاكم بعدين. خلاص خلاويس.